طقوس يومية وفي أوقات محددة اعتاد الحاج محمد الصبري على أدائها من خلال تحضيره للقهوة بطريقته الخاصة واحتسائها، مفضلاً البن اليمني الشهير ذا الجودة المشهود لها عالمياً. يقول الحاج صبري إن حكايته مع القهوة حكاية عشق مضى عليها أكثر من 50 عاماً ولا يحلو له يومه بدونها. هذا العشق دفعه لأن يفتح محل بيع البن هذا ليوسع دائرة عشقه ويفتح آفاقاً جديدة في عالم التذوق والتميز حسب تعبيره. هي كان على المادة الخصوصية صح، وهي اللي لازم نستعني بها وتعطي راحة كلها في الجسم وغيرها وتقوي القوة وتعطي الذكاء ويربحوا بعض الناس الذين لم يعتنوا بهذا الشجرة. وفي اليمن تعتمد آلاف الأسر على زراعة محصول البن الذي يصنف كمحصول نقدي يساهم في تحقيق الأرباح الوفيرة بالعملة الصعبة ويشكل دعما مهما للاقتصاد اليمني وسلعة رئيسية يتم تصديرها للعالم بعد النفط والغاز لجودته العالمية. ازدهرت تجارة البن في القرن 16 قبل 500 سنة وأصبح ميناء المخ هذا المصدر الأول للبن، وكانت بداية الزراعة في المرتفعات الجبلية المطلة أو القريبة من ميناء المخا الذي يعد الميناء الأول في التاريخ لتصدير البن، وأشهرها وعرف البن اليمني بكوفي أو مكا كوفي. حقائق علمية تؤكد الفوائد والمنافع الجمة التي تمثلها القهوة بالنسبة لجسم الإنسان، إذ أن شرب 2 إلى 3 أكواب من القهوة يومياً يقلل من فرص الإصابة بالسرطان وخطر الوفاة منه، غير أن هناك محاذير يجب أن لا يغفل عنها عشاق القهوة. القهوة فوائد عديدة، من أهم أنها تقلل من أمراض السرطان وأنها تفيد أمراض السرطان بتقلل حق المضاعفات حقه، وايضا ننصح ان الاشخاص انهم شرب القهوه، واحنا كاطباء ننصح المواطن انه بشرب القهوه اقل حاجه كوب او 2 كوب باليوم ما تؤدي الى نشاط فوائد عديده له. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن حوالي 80% من الإنتاج السنوي للبن اليمني البالغ 20,000 طن يصدر إلى الخارج، غير أن الحرب في البلاد والحصار قلسا نسبة الإنتاج والتصدير إلى حد كبير.